بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين هذه الانطلاقات بحفظ من الله ورعايته ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير، انطلاقات البركة. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. اذهب هناك إلى شواهين يمعه بن أحمد بن شقوي ايضا، او احمد بن يمعه بن احمد بن عيسى بن شقوي. النقله على المركز الثاني الضبيم صبح بن حميد بن مطر اليابري. يا سلام الاخوان في موقع، بينما اللي في المركز الثالث هناك شديد سهيل بن عبيد بن خليفه الحمير. النقله على المركز الرابع هناك من تاتي في هذه اللحظات رمزه سري بن سيب بن نايع بنواس. وفي المركز الخامس اللي تجاوز ما شاء الله، اللي تجاوز من مركز الى مركز، من موقع الى موقع ما شاء الله تبارك الرحمن، تحمل رقم 9 شواهين عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. يلا 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 يا بن شقوي، يلا يا بن شقوي، يبا الناموس، يبا الناموس الى هالمشرف، يبا السلامات الى هالمشرف. احمد بن يمعه بن احمد بن عيسى بن شقوي مع شواهين، بينما اللي في المركز الثاني الضابي مصبح بن حميد بن مطر اليابري. وفي المركز الثالث الله يا شنذاره، الله يا ثنذاره، عادل عيسائي من جديد، عادل عيسائي من جديد، حامل اخباره، حامل اخبار السر الجماهير. الله ما شاء الله يا شنذاره. سالم بن ناصر بن سليمان العيسائي، 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 واللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، شنذاره، شنذاره، شنذاره والشاهريه، شنذاره الشاهريه باللحظات الاخيره. تاني وناموس للسالم سعيد بن حسين المركز الثالث، شعار العيسائي المركز الرابع، شعار بن شقوي في المركز الخامس، هناك سعيد بن محمد بن خلفان بن حسين. هكذا ايها الاخوه كانت الشاهريه في اللحظات الاخيره. سالم بن سعيد بن سيف بن حسين العليلي دقيقتين و15 ثانيه 62 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس.